السلام عليكم صديقاتي، لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه ام العبدين. اليوم ان شاء الله هذا فلوغ وغنصوروا لكم انطلاقه ديالنا. كانت من مدينه الصويره الى مدينه الدار البيضاء في الليل بزاف، يعني خرجنا مع شي تقريبا 11 ولا 12 الليل، ما وصلنا تما حتى لشي 5 ديال الصباح. هنا غاديين وكنوقفوا وكرتاها بحكم معنا الوليدات. مرحبا بكم في هذا الفلوغ، ونتمنى تتابعوني حتى الاخير لمن يحب صمت الليل والسفر في هدوء الليل وتحت اضواء القمر. كانت سفريه رائعه جدا، مرحبا بكم. هنا كيفما كتشوفوا معايا صديقاتي، السفر تحت هدوء الليل وتحت اضواء القمر والاضواء ديال هاد البحر. الاستراحه اللي وقفنا فيها صراحه كانت سفره جميله جدا في الليل بزاف بزاف، ولكن كانت رائعه. داكشي علاش بغيت نشارك معاكم. وراه السفر في الليل زوين 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 بزاف، يعني اللي متوفره ليه الظروف وما عندوش هكا وليدات صغيرين وهذا يسافر زوين بزاف. مرحبا بكم. هاد محطة الاستراحة هنا درجة أن ولدي نعس وفاق، وكاين قدامنا واحد البلاصة ديال الألعاب كتلعب فيها واحد شوية مرتاحين، ومن بعد كملنا الطريق ديالنا. هادشي بدينا كندخلو في شوارع مدينة الدار البيضاء وكنشمو الرائحة ديالها وعالم الاكتظاظ والزحام. وخا في الحقيقة ملي دخلنا بالليل يعني ما كانش هادشي، ولكن مدينة رائعة حتى هي، وكتبقى وخا الزحام وهذا كتبقى مدينتي الأصلية اللي كبرت فيها وتربيت فيها وقريت فيها. صراحة من غير داك الزحام وهذا يعني فيها فرص الشغل، فيها بزاف ديال المرافق الوليدات، فيها بزاف ديال الآفاق صراحة. ولكن مدينة الصويرة كانت هي المكتبة ليا. ومرحبا بكم، مدينة الدار البيضاء رائعة حتى هي في الليل رائعة. السلام عليكم. هنا من بعد ما مشيت لدارنا عند ماما وبابا وارتاحينا وجلسنا شويه، الغد ليه خرجنا انا وماما والعائله هكا لواحد السوق نموذجي كاين حدانا زوين خاص هكا بالاجواب و زعما اللوازم ديال الدار فيهم. كيف ما كتشوفوا هنايا بغيت نصور معكم واحد التواب ديال هكا جلالب والبيجامات، الوان مختلفه وصراحه دويره زوينه زوينه. هو قريب لينا، قريب زعما الحي فين كنسكنوا، ولكن كبير تبارك الله، فيه اي حاجه تخيلتيها على البال ولا طاحت لك الفكره ديالها تشريها كلشي تبارك الله موجود. خليكم معايا غنوريكم شي حاجه زوينه في هذا الفيديو. هاتي هذا المشهد زوين بزاف، ما بغيتش نفوت عليكم الفرصه ديالو. كيف ما كتشوفوا هنا كاين واحد المحل خاص بداكشي اللي كياكلوه الطيور والقطط والحيوانات هكا الاليفه اللي كتعيش في الدار. زوين هنا واحد الاكواريوم صغير، واحد الحوض صغير ديال الحوت حمقني بغى يسطيني، بغيت نصوره لكم. وهنايا عندنا داكشي اللي كياكلوا الطيور، عندنا شجيرات اصطناعيه، عندنا ديكاج ديال الطيور زوينين انا غادي نوريهم لكم. عندنا هنايا دوك
الاحواض ديال الحوت زوينين بزاف انواع اشكال. عندنا دي بيجون اولا الحمام، يعني مناظر فنه فنه، وتقولي بحال في شي بلاصه يعني خاصه بهذا الشيء. السلام عليكم، الى فيديو جديد.